1856 توفي السيد سعيد بن سلطان سلطان عمان وزنجبار على ظهر سفينته وهو في الطريق من عمان إلى زنجبار. يروي ابن رزيق قائلاً: عندما غادر السيد سعيد عمان في رحلته الأخيرة تاركاً أمه، ذكر لها أنهما قد لا يلتقيان حتى يوم البعث، لأنه كان يشعر أنه سيموت، إما وهو في طريقه إلى زنجبار أو عند وصوله إليها. وتذكر المصادر أن السبب في وفاته هو ألم في ساقه ناتج عن جرح قديم أصابه في إحدى معاركه. توفي السيد سعيد بعيداً عن ممتلكاته في عمان وإفريقيا، وكان برفقته ابنه السيد برغش الذي أمر بغسله وتكفينه وحفظ جثمانه ليدفن في زنجبار عند وصول السفينة يوم 25 من أكتوبر.